السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس التي أقدمها إليكم عبر قناة الأحمر قصر دسي. هذه القناة التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات عبر اللايك ديالكم والكومنتات، وأطلب منكم كذلك البارتاج ديال هذا الفيديو لكي تعم دائما الفائدة. وشكرا، شكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. Cette fois, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM1, 4e année enseignement primaire, leçon 7, comparaison et rangement des fractions, c'est la deuxième séance. J'ai déjà présenté la page 24 et aujourd'hui c'est la page 25. Exercice numéro 8, on est arrivé à l'exercice 8. Range ces fractions dans l'ordre croissant. Range, c'est le verbe ranger, un impératif, faire un. Il y a un mot l'autre. ماذا؟ رانج سي فراكسيون، رتب هذه القصور من الأصغر إلى الأكبر، كرواسون بمعنى من الأصغر إلى الأكبر، دو بلو بوتي أو بلو كغون. ألوغ نو زافون 7 سور 10، 5 سور 10، 11 سور 10، 8 سور 10. كيسك أون غوماك؟ أون غوماك كو دي فراكسيون أون لو ميم دينوميناتور، عندهم نفس المقام، والقاعدة ماذا تقول؟ لا ريغ كيسك دي؟ Quand les fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le numérateur le plus petit et la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Et c'est qu'on a un don de ce matin, Akbar al-Kosor ou Akbar al-Basr ou Asghar al-Kosor ou Asghar al-Basr. Alors, maintenant, on a un don de ce matin, 5 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10 et 1 sur 10. Donc 5 sur 10, inférieur à 7 sur 10, inférieur à 8 sur 10, inférieur à 1 sur 10. Dès là, on dit maintenant, من الأصغر إلى من الأصغر إلى الأكبر حسب القاعدة. القاعدة إذا قلنا إذا كانت القصور لها نفس المقام أكبرها أكبر البسط وأصغرها أصغر البسط. Si les fractions ont le même dénominateur, voilà la règle. La plus grande. Hein, la plus grande fraction. La plus grande fraction est celle qui a le plus grand numérateur. Et la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Qaïda, nous ferons. Nous devons croire. On va bien. Je termine l'explication. Exercice 9. Trouve la fraction équivalente, puis compare les deux fractions en utilisant les signes OU. On dit le mot à la fraction du mana ou le kasar. Le mot c'est servi du kasar, tout le monde nous parle de la kasar. Il y a une liste de l'un, un des juges à la fissa, un des nachara. Il y a une liste de ça, ou la sachara, et maintenant il y a un juge. Il y a une liste de l'un, il y a un juge. وغلقى 4 على 10 بل هذين كسرين متساويين. ثم ان القاعده اللي هي سهله ان الانسان ضرب الوسط في المقام جوج ضرب في 10 20 وتضرب المقام في الوسط 5 ضرب في 20 اذا 20 تساوي 20 اذا هذين كسرين متساويين. هذه طريقه اخرى. عندي هنا جوج على 5 وعندي هنا 5 على 10 قال هنا بغينا نقارنو اذا هنا عندهم المقام مختلف وحد المقام اذا شكون هو المقام الموحد هو 10 اذا هنا غتبقى 5 على 10
خمسة غادي نضربها بجوج غادي نلقى 10، جوج غادي نضربها بجوج غادي نلقى 4، إذا غادي نلقى 4 على 10 مع 5 على 10. إذا عندهم نفس المقام 10 10، إذا شكون اللي كبير؟ هو 5، إذا 5 أكبر من 4، إذا 5 على 10 أكبر من 2 على 5 وأكبر من 4 على 10. فهمت؟ ثم عندي 3 على 5 وعندي هنا 10، إذا عندي 5 سبحان 10 بمعنى ضربنا بجوج، غنضرب 3 بجوج، وغنلقى 6 على 10، إذا هذين كسران متساويين، 3 ب 6 10 30، و 5 نضربها ب 6 30، إذا ها نضربها 3 وهنا 10، إذا غنضرب 10 في 10 باش نلقى 100، إذا كسرين هذولا كسرين متساويين، كسرين متساويين، إذا حنا على البسط المناسب، هنا غادي نقارنو الكسرين. أن المقام 10 والمقام 100، غادي نوحدو المقام اللي هو 100، غنضرب 10 في 10 هي 100، ها هي، وغنضرب 3 في 10 ها هي 30، إذا غادي 30 على 100 مع 5 على 100، إذا شكون اللي كبيرة 30 ولا 5؟ 30 كبيرة على 5، عندهم نفس المقام، إذا غنكتبو 30 على 100 أكبر من 5 على 100، بمعنى 3 على 10 راها كبيرة على 5 على 100، هانتوما تتلاحظو هنا، ما تشوفش هنا 100 ونقول راها كبيرة على 10. ما نشوفش هنا 5 ونقول كبيرة على 3، لا، وحنا المقام، المقام الواحد هو 100، إذا ضربنا 10 في 10 100، وضربنا 3 في 10 هي 30، إذا 30 كبيرة على 5. نمشيو للتمرين الآخر، عندي هنا 6 على، عندي 3 على 4، ولات عندي هنا 8، إذا رجع ضربنا 4، ضربنا 4 بجوج، إذا غنضرب 3 بجوج، غنلقى 6، إذا هذين كسرين متساويين، 4 مضروبة في 6 24، 8 مضروبة في 3 24. 3 على 4 7 على 8، إذا هنا 4 ضربناها بجوج باش لقينا 8، إذا 3 نضربها بجوج باش نلقى 7، إذا شنو غنكتب؟ دابا عندنا نفس المقام، إذا هنا غنلقى 6 على 8 و 7 على 8، إذا 6 على 8 أصغر من 7 على 8، 6 على 8 راه أصغر على 8، إذا هنا غادي نكتب 3 على 4 أصغر من 7 على 8، لأنها 3 على 4 هي 6 على 8. و 6 على 8 راه صغير على 7 على 8، إذا هذا 3 على 4 صغير على 7 على 8. شوف التمرين الآخر، عندي 4 في المقام وعندي هنا 8، إذا ضربنا بجوج، غنضرب 5 بجوج غنلقى 10، 10 على 8، إذا 10 4 مضروبة ب 10 40، و 8 مضروبة ب 5 40، إذا هذين كسرين متساويين، العدد المناسب هو 10، ثم عندي هنا 5 على 4، عندي هنا 6 على 8، فضربنا 4. باش لقينا 8 ضربناها بجوج، غنضرب 5 بجوج وغنلقى 10، إذا لقينا هنا 10 وهنا عندنا 8، إذا شكون عندنا المقام 8 8 وعندنا هنا 10 وهنا 9، إذا شكون اللي كبيرة 10 على 9؟ 10 كبيرة على 9، إذا هذا الكسر راه كبير، 5 على 4 أكبر من 9 على 8، 5 على 4 أكبر من 9 على 8، حيت وحدنا المقام لقينا 10 على 8 راها كبيرة على 9 على 8. صافي من التمرين رقم 10 راه ماشي راك تكون ضمن تكون صغرات زي الكسور من الاصغر الى اكبر من 3 على 4 9 على 8 5 على 4 7 على 8، يعني هنا ما يمكنليش نقابل الكسور بهذه الطريقه، لان خصني نوحدو من المقام، المقام الواحد هو 8، اذا هنا غنضرب بجوج وهنا غنضرب بجوج، اذا ضربنا هنا بجوج غنلقى 6 على 8، هذه غتبقى هكذا، غنضرب 5 مع 4 بجوج غنلقى 10 على 8، ثم هذا غادي يبقى، اذا الان عندهم نفس المقام، اذا شكون هو اللي كبير؟ شكون هو اللي صغير؟ لي بوتي، إذا غادي نبداو بالأصغر اللي هو 6 على 8، ثم 7 على 8، ثم 9 على 8، ثم 10 على 8، إذا هنا غنديرو هكذا، نوحد دابا هادو عندهم نفس المقام، نحولوهم للقشور ديالهم الأصلية، شكون هي 6 على 8؟ هي 3 على 4، هادي، شكون هي 7 على 8؟ هي هادي غتبقى هي هنايا، شكون هي 9 على 8؟ 9 على 8 هي 9 على 8 هادي. شكون هي 10 على 8؟ هي 5 على 4، إذا هما الكسور ترتبناهم، تنوحدو المقام ونرتبوهم بالمقام الموحد، وتنعاودو نعوضوهم بالكسور الأصلية باش نقارنو بالأعداد، باش نرتبوهم إلى أصغر إلى أكبر، إيفاليسيون سوماتيك، إذا هنا بعد ما وزنا الثمن غادي نقولو واحد إيفاليسيون سوماتيك. d'un gâteau et a mis
حسن بالمنقى لان هذا واحد الكاتو يوسف خدا 3 على 4 3 لزاق من 4 ديال الكاتو وامير ولا امير امير خدا جوج جوج على 5 خدا جوج اي من 5 الأجزاء ديال نفس الكاتو بغينا نعرفو دابا كي يبري لا بلو كروند با شكون خدا النصيب الاكبر اذا باش ناخذ نقلب شكون هو اللي خدا النصيب الاكبر بين هادو نقلبوا على المقام الموحد اذا عندنا سولوسيون اوبيراسيون جو شيرش لو دينوميناتور كومون دو 2 6 3 4 غادي نقلب على المقام الموحد ديال 2 على 5 3 على 4 شكون هو المقام الموحد ديال 5 على 4 هو 20 5 × 4 اذا 2 على 5 باش نلقى 20 غنضرب 5 × 4 هي 20 ونضرب 2 × 4 هي اذا ها هو المقام الموحد وحدنا ثم 3 على 4 غنضرب 4 × 5 باش نلقى 20 هي ونضرب 3 × 4 3 × 4 × 5 ونضرب 3 فاش ضربنا 4 ضربنا 4 في 5 ونضرب هنا في 5 هي غنلقى 15 غنلقى 15 إذا لما قلنا ضربنا 5 × 4 هي 20 وهنا عندنا 4 × 5 هي 20 غنضرب 3 × 5 هي 15 إذا غتكون عندي هنا 15 وعندي هنا 8 على 20 شكون اللي كبيرة دابا عندي المقام الموحد 20 20 شكون اللي كبيرة 15 ولا 8 15 إذا شكون اللي صغيرة هي 8 على 20 أصغر من 15 على 20 شكون هي 8 على 20 هي 2 على 5 ها هي شكون هي 15 على 20 هي 3 على 4 إذا عندي هنا 2 على 5 3 على 4 شكون اللي عنده 2 على 5 هو أمير إذا الأمير النصيب ديالو أصغر من يوسف دونك سي يوسف كي لا بلو كروند بار هي لا بلو كروند بار هو اللي خدم نصيب الأكبر متابع الدرس Alors, je termine l'explication. Évaluation sommative, je complète. 1 sur 5, nous avons 10, donc on a multiplié par 2. Donc, je multiplie par 2. Donc, 2 sur 10. Donc, on a comme ça, je n'ai rien à faire. On a le droit de faire, on a le droit de faire. Donc, on a le droit de faire 10 à 10, je fais 10 à 10. 10 à 10, on a le droit de faire 10 à 10. وغنضرب هنا في 10 وغنلقى 30 على 100 اذا هذه هي تفاريق متساويه 3 × 100 × 300 10 × 30 × 300 ثم عندي هنا 1 يساوي كم على 5 5 على 5 يساوي كم على 10 10 10 على 10 اذا الى بغيت اي كسر يساوي 1 بمعنى ان البسط والمقام متساويه البسط والمقام متساوية على 100 1 1000 على 1000 1 غونسي فراكسيون دون نوبل كروسون اذا عندنا هنا مجموعه من الكسور ليس لها نفس المقام المقام الواحد هو 10 اذا نوحد المقام 7 على 10 غتبقى هي هي هنا غنضرب 2 غنلقى 10 غنضرب 2 هي 6 11 على 10 غتبقى هي هي نضرب 2 نلقى 10 نضرب 2 هي 10 على 10 اذا الان الكسور لها نفس المقام شكون هو الاصغر هو اللي عنده البسط الاصغر 2 على 10 6 على 10 7 على 10 11 على 10 شكون هي 2 على 10 هي 1 على 5 ها هي شكون هي 6 على 10 هي 3 على 5 ها هي شكون هي 7 على 10 هي 7 على 10 شكون هي 11 على 10 هي 11 على 10 اذا الكسور مرتبه من الاصغر الى الاكبر رتبناهم حيث وحدنا المقام وعوضناهم بالكسور او الاولى عيشة انس بارتيسيبا اون كورس سكولير اذا هذه عيشة مع انس شاركوا في واحد المسابقة مدرسية عيشة باركوري لي 4 ديزيام دو سيركوي ديال داك المسافة وإناس لي 30 إذا هنا جوج عيشة قطعة 4 على 10 وإناس قطعة 30 على 100 إلا شفنا 30 على 100 غادي نقولو 30 على 100 راه كبيرة على 4 على 10 غادي نشوفو بعد ما نوحدو المقام كاين أونفون أباركوري لا بلو كروند إذا شكون قطع المسافة الكبرى هنا إذا باش نعرف شكون قطع المسافة الكبرى خاصني نوحد لها المقام لو ديلوميناتور كومان هو الصوت إذا 4 على 10 نضربو 10 × 10 غنلقى 100 غنضربو 4 × 10 غنلقى 40 ها حنا وحدنا المقام الكسر الآخر راه عندو 100 غادي يبقى هو هو إذا عيشة أباركوري كارون سيو سون دي سيركوي عيناس أباركوري كارون سيو سون دي سيركوي إذا دابا عندهم نفس المقام إذا شكون اللي كبير هي 40 شكون اللي صغير هي 30 إذا سي عيشة هي أباركوري لا بلو كروند ديستونس 40 على 100
40 على 100، شكون هي 40 على 100؟ 40 على 100 هي 4 على 10، شكون اللي مشى 4 على 10؟ هي عيشة، هي عيشة. إذا سي عيشة هي باغتولو لا بلو كروند فراكس، لا بلو كروند ديسطونس دي سيركي. نمشيو للكونسوليداسيون لي فراكسيون، إذا جيرش لي فراكسيون إيكيفالون، إذا عطانا هنا الكسور غادي نقلبو نشوفو غير الكسور المتساوية، إلا خدينا 3 على 4 تنشوف بأنها متساوية مع 6 على 8. علاش؟ لأن 4 في 2 في 8 و 3 في 2 في 6. إلا خدينا 40 على 100 راه متفقدة مع 4 على 10، علاش؟ لأن 40 مقسومة على 10 غتعطينا 4 و 100 مقسومة على 10 غتعطينا 10. إلا خدينا 5 على 4 تساوي 10 على 8، لأن 5 مضروبة في 2 10 و 4 مضروبة في 2 هي 8. إذا الكسور المتساوية هي مضروبة على 1. إذا إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الدرس، أتمنى لكم التوفيق وإلى درس آخر. السلام عليكم.